استطاع أبناء سوريا أن يعلوا فوق الجراح والإرهاب، فتقاسموا رغيف الخبز وتكاتفوا لإيواء الأسر المهجرة، واتخذت أجهزة الإدارة المحلية من مديريات خدمية ووحدات إدارية كافة الإجراءات لتوفير الخدمات وتأهيل مراكز الإيواء ومضاعفة العمل في المناطق التي وفدت إليها آلاف الأسر المهجرة، والتدخل المباشر في المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وإعادة البنى التحتية وترحيل الأنقاض تمهيداً لعودة المواطنين. فإيمان السوريين بوطنهم يجعلهم أكثر إصراراً على دحر مؤامراتهم والانتصار عليها، ولو اضطروا أن يشعلوا الشمعة بعد أن حاولوا قطع النور عنهم، وأن يوقدوا الحطب لزوم الشتاء والطعام بعد أن حاصروهم في تأمين لقمة عيشهم. ومحافظة ريف دمشق التي عانت الكثير من مناطقها من هذا الإرهاب المنظم هي اليوم وبأجهزتها ومؤسساتها الخدمية وعبر مجالس وحداتها المحلية تعيش ورشة عمل حقيقية وحراك شعبي وأهلي ورسمي لإنهاء الإرهاب وعودة الحياة الطبيعية إلى كافة مناطقها. مشاهدينا الأكارم، للوقوف على هذا الواقع يسعدنا أن نستضيف في برنامجنا من صوت وصدى لهذا الأسبوع السيد نور الدين صدناوي رئيس مجلس بلدة معربة. أهلا ومرحبا بك سيد نور. مساء الخير. أهلا بك. أيضا اسمح لي أن أرحب بالسادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من صوت وصدى. طبعا يعني سنتوقف كثيرا على اعتبار أن بلدة معربة هي أحدى البلدات المتميزة بإيوائها لمجموعة كبيرة من المواطنين السوريين الذين هجروا من مناطقهم جراء الإرهاب الحاصل في كثير من مناطق سوريا. ولكن بداية يعني دعنا نعرف المشاهد عن مدينة معربة كمدينة يعني محاذية للعاصمة السورية وذات طبيعة سياحية وزراعية، ومعروف أن في معربة الكثير من المواد الزراعية التي يعني انقيل بأنه من معربة، فإذا هي يعني شغلة. أولا مساء الخير، مساء الخير للسادة المشاهدين، الرحمة لكافة شهداء الوطن. طبعا بلدة معربة تبعد حوالي 5 كيلو عن مدينة دمشق، شمالي مدينة دمشق في سفح جبل قاسيون. طبيعتها الجغرافية وتضاريسها حلوة كتير وأهلها كتير طيبين يعني. إن وعي أهل معربة وحفاظا على أمن الوطن إن شاء الله بتنعاد الأمن والأمان لهذه البلدة لهذا الوطن المعطاء. طبعا أهل معربة وطيبتهم حافظوا على هذا البلد وحاولوا منع دخول الإرهاب بكافة أقطابه وكافة الفعاليات الموجودة في بلدة معربة، رجال الدين والفعاليات الأخرى والمجالس المحلية، المجتمع الأهلي بالذات والمجلس المحلي، تظافرت الجهود مع بعض البعض وحافظنا على هذا البلد. طبعا بلدة معربة بلد زراعي وكل أبناء معربة يعملون بالتجارة، بتجارة الخضار والفواكه، فهم شو أهم المواد اللي بتزرع بلدة معربة؟ بلدة معربة مزروعاتها خفيفة، يعني ما فيها مزروعات كتير، مزروعاتها خفيفة جدا. أما أبناء بلدة معربة يعملون بما يسمى تجارة الخضار والفواكه، فخالطوا كل المحافظات، يعني سواء كان في درعا أو السويداء أو اللاذقية أو حمص، بكافة أنواع الخضار والفواكه اشتغل أبناء معربة. قد ايه مساحة معربة؟ مساحة معربة تقريبا حوالي يعني 500 هكتار فما فوق. يعني كأنك سألتيني سؤال عن مساحة معربة، هي كبيرة وكبيرة إن شاء الله بأهلها والبلد كلها إن شاء الله بتضل كبيرة بأهلها. بكل تأكيد. فبهالطريقة هي الحمد لله رب العالمين حافظنا على أهل البلد. رجالات معربة الكبار من كرم رب العالمين ربونا وربوا الجميع يعني، والتوجيهاتهم الخاصة أنا بشكر كل أبناء معربة إنه أخي حافظوا على هالبلد، فظلت هالبلد هي آمنة واستقبلت كافة الوافد. يعني عندنا اليوم حوالي 30,000 أسرة وافدة. نعم.
ايضا يعني معروف انه معربة هي يعني محاذية لعدة مناطق، كانت هذه المناطق ساخنة جدا كمثلا التل كرنكوس، كعدة مناطق يعني شهدت تواجد إرهابيين فيها، عاثوا فساد، خوفوا، روعوا الأهالي، سرقوا منازل الأهالي، ومارسوا الكثير من يعني الإرهاب داخل هذه المناطق. يعني هناك من يسأل لماذا معربة وهي محاذية لكل هذه المناطق الساخنة إلى الآن هي آمنة وادعة، بل وتحمل الكثير من الأشخاص المهجرين في داخلها؟ يعني هذا مستغرب قليلا من قبل الناس بشكل عام. دائما كل شيء أنسئ له بيئة حاضنة، إذا ما وجدت البيئة الحاضنة لأي شيء فما بتلاقيه موجود. الحمد لله رب العالمين، لا يوجد بيئة حاضنة نهائيا. ما طبيعة الوعي لدى أهالي معربة الذي يختلف عن المناطق التي بجانبها أو حتى عن المناطق التي وجد فيها إرهاب؟ ممكن انتشار أهل معربة في كافة محافظات القطر العربي السوري حسب ما شافوا من فساد وخراب بهذه المحافظات، حاولوا أنه ما شفتوا اللي نحن شفناه، هيك بما معناه، فمنعوا أي بيئة حاضنة لهذا الموضوع. نعم. فالحمد لله رب العالمين. توجيهات الرجال الكبار في السن انه يا اولاد حافظوا على هالبلد، اذا ما انتم حافظتوا عليها ما راح يجي الغريب يحافظ عليها. ولكن الكثير كان يتحدث بانه وجود المسلحين او ما يسمى الجيش الحر في مناطق معينه هي لحمايه هذه المناطق من الجيش العربي السوري الذي كان سيدخل بسطوته عليهم ليعاني الاهالي ما يعانوه من هذا الجيش. يعني لماذا لم تحذو هذه المناطق التي اعتبرت نفسها بانها بمواجهه كبيره مع الدوله وبان ما يحدث في سوريا هو ثوره بالنتيجه وليس كما يروج النظام ووسائل اعلامه والناس الذين يعني يعملون في الدوله بانه ما يحدث ليس ثوره وانما وجود عصابات ارهابيه مسلحه تحاول السيطره على المناطق السوريه؟ برجع بكرر، وعي اهل بلدة معربة خلى البلدة أمان. يعني الناس الكبار بهالبلدة ووجهاء العوائل الموجودة القاطنة في بلدة معربة أكدت على أبناء وأبناء أبناء الحفاظ على هذه البلدة. فالحمد لله رب العالمين، البلدة ظلت آمنة وتحتضن أسر وافدة كثيرة. نعم. ايضا استاذ نور، يعني ملاحظ انه رغم كل محاولات التحريض لزج هذه البلده الامنه بحرب الارهاب التي مورست في معظم مناطق ريف دمشق، لكن استطاعت النقي بنفسها وهي اليوم تحتضن كما قلت حضرتك الاف الاسر المهجره من المناطق الساخنه. برايك يعني لماذا الكثير من الاسر التجأت الى بلده معربه من اجل يعني ان تقطن فيها بشكل مؤقت على اعتبار انها نزحت من منازلها مرغمه ومجبره بفعل العصابات الارهابيه؟ طبعا في شغله صغيره هون بحب وجهها للناس اللي وفدت وبقول لهم شكرا لكم، وبحب وجه تحيه لابناء بلده معربه كافه. نحن عهدنا السوريين كلهم بيتقاسموا رغيف الخبز، فكل عائله بتوفد لبلده معربه بتلاقي الخير الكثير ولله الحمد. يعني مهما يكون من ظروف صعبه لاي قاطن من بلده معربه وبيلاقي الخير والكرم موجود ان شاء الله، والله يديمه على الجميع. امين. بنحس انه حس حاله انه هو من اهل البلده، ما عاد هو ضيف او ما عاد مهجر، فطلع من بيت اهله ولا بيت اهله. نعم. فوجود هذه الأسر الكثيرة واستقرارها في هذه البلدة نتيجة معاملة أهل بلدة معربة لهذه الناس الوافدة. يعني مثلا وفد لعنا نحن بداية الوفود برمضان السنة الماضية. نعم. أهالي بلدة معربة اجتمعوا قاطبين وعملوا مطبخ نظامي لكافة هذه العوائل، يطبخوا لهم وجبة الفطور مع وجبة السحور وتقدم إلى كل عائلة في منزله. بالرغم أنه نحن هي ليست موجودة بمركز إيواء، إذا لا يوجد مراكز إيواء نهائيا. كنا بهذيك الفترة كانت مدارس معطلة، فتحنا 5 مدارس ودخلنا كافة هذه الأسر إلى المدارس، وكان هناك لجان مختصة من كافة أبناء من كافة العوائل الموجودة ضمن البلدة
تعول هذه الأسر وتقدم لها الطعام والماء والشراب وكل ما تحتاجه هذه الأسر. وفي تلك الفترة لم يقدم لنا أي معونة إنسانية من أي جهة. طبعا تشارك أهالي البلدة جميعا وقدموا لهذه العوائل ما استطاعوا. يعني هو ما يميز الحقيقة بلدة ماربا بأنه احتضنت أكثر من 30,000 أسرة تقريبا بهذه البلدة الوادعة، احتضنتهم ليس في مراكز إيواء إنما في منازلهم. يعني المنازل هي التي فتحت للأسر المهجرة، وهذه هي ميزة يعني تسجل لأهالي ماربا على اعتبار أنهم يعني كانوا أهل كرم، كانوا أهل محبة ومودة، وشاركوا السوريين بمنازلهم ورغيف خبزهم. يعني كيف تشرح لنا هذه التفاصيل وهذه الحميمية، كيف احتضن أهل ماربا السوريين بهذا الشكل الرائع؟ نحن بكرر ورد بقول لك أنس وفاء أنه هكذا عهدنا السوريين كافة تقاسم رغيف الخبز. وأنا برد بوجه تحية لأبناء بلدة ماربا، لأنه اللي كان يملك الرغيفين صار يعطي الرغيف لجاره بفترة ظروف كانت قاسية جدا. حتى مخبز ببلدة ماربا لم يكن موجود أي مخبز يعطي الخبز لبلدة ماربا، إنما تم استجراره عن طريق الأفران العامة من مدينة دمشق أو من مدينة التل. الآن هل يوجد فرن في ماربا؟ طبعا بتوجيهات سيد المحافظ قدم لنا مخبز الحمد لله رب العالمين بسعة إنتاج يومية 6.5 طن. ويوجد مخبز آلي أيضا سياحي، فبالتعاون بين المخبزين قدرنا نتجاوز هذه الأزمة ولله الحمد. والوضع جيد فيما يتعلق الوضع جيد جدا الحمد لله. وما يتعلق أيضا بباقي المؤن، الحاجات اليومية الغذائية، يعني كيف يتم التعامل معه؟ كيف يستطيع يعني أنت تقول لي من رمضان الفائت وبلدة ماربا يعني كسوريين يحتضنون أخوانهم السوريين أيضا، كيف استطاعوا إلى هذه اللحظة؟ يعني تقريبا عام رمضان قرب، يعني بعد شهرين إلا تقريبا أو شهر وشوي شهر رمضان الكريم بيكون إجا علينا وبيكون مرق السنة تقريبا على احتضانكم لأخوانكم السوريين. يعني كيف تستطيعون أن تؤمنوا المادة الغذائية بشكل يومي لهذا الكم الهائل 30,000 أسرة؟ يعني عدد ليس بقليل. 30,000 أسرة وافدة إلى بلدة ماربا، بس الأسر التي تتقاضى المعونات بين 6,000 و7,000 عائلة. بتوجيهات السيد المحافظ والتنسيق معه تم إعلام الهلال الأحمر وتوجيهه أنه أخي أعطوا الوافدين لبلدة ماربا، لكن هناك تقصير كبير. يعني ممكن نتيجة شح هذه المعونات الغذائية أو قليلة بده يحاولوا يوزعوها على كافة مناطق الإيواء، فبيعطوا لأي منطقة مثلا حصة غذائية ما بتجاوز 30% من قيمة الاستهلاك، فباقي ما تبقى بيتغطى من نفقات الجمعيات الخيرية الموجودة ببلدة ماربا والمجالس المحلية، المجالس الأهلية، الناس الكرماء والطيبين والخيرين. يعني بتصور في ناس بتجي للجمعية الخيرية بتقول لهم شرفوا مبالغ طيبة بتدفع لهم وبيقوموا بتقاضي مبالغ مالية لهذه العوائل. والحمد لله رب العالمين جوزنا المرحلة لهالمرحلة هي، ما بس حاليا تعاني بلدة ماربا من نقص المواد الغذائية بسبب غلاء الأسعار والظروف الحالية والعدم توفر العمل. يعني نحن اليوم نقول بلدة ماربا بلدة آمنة، ولكن لا يوجد مجال للعمل. فأي أسرة موجودة إن كانت مقيمة أو وافدة هي إذا كان في معها شوي انتهى. فنحن نرجو توفير كافة الاحتياجات والمعونات لهذه الأسر وللأسر الوافدة. نعم. يعني الآن بعد طول هذه الأزمة، يعني علما أنه نحن نعلم بأنه يعني ماربا بشكل عام كانت تشغل الكثير، يعني تعمل سياحيا أيضا، تعمل ليس سياحي. فقط ليس فقط في تجارة الخضار والفواكه، يعني أيضا هناك منشآت سياحية يعني توقفت عن العمل وأصبح أصحابها بدون بسبب الظروف الحالية يعني. كافة المنشآت السياحية توقفت عن العمل. كم منشأة عندكم أنتم تحديدا؟ عندنا حوالي 100 منشأة سياحية. رقم ليس بسهل يعني. كافة المنشآت توقفت عن العمل. حتى المعامل تقريبا تقلص عملها إلى 20%. يعني هناك شركات موجودة، هناك
أماكن سياحية موجودة، هناك الكثير الكثير، ولكن بسبب الظروف الحالية وبسبب صعوبة التنقلات أو بسبب غلاء الأسعار لاستيراد البضائع التي تصنع ضمن المعامل الموجودة، فتم تقليص قسم كبير من العمال، وهذا أثر يعني بطبيعة الحال أثر سلباً على أهالي بلدة معربة، على أهالي بلدة معربة يعني، وعلى تقصيرهم ربما مع الوافدين الآن الموجودين في البلدة، على اعتبار يعني صارت الحال وحدة، الآخرون مهجرون، السوريون الآخرون مهجرون، وهم أيضا يعني في بلدتهم لا يعملون، يعني أصبح الوضع إلى حد ما أصعب. أيضا نقطة قبل أن أنتقل إلى ما يتعلق بالجمعيات والمؤسسات التي تعاونكم، فيما يتعلق بالمياه، معروفة معربة يعني كالبعض أو الكثير من المناطق في ريف دمشق يوجد فيها شح مياه، كيف أيضا استطعتم التغلب على هذا الأمر؟ طبعا بداية وفود العوائل الوافدة إلى بلدة معربة، نحن عندنا تقصير بمياه الشرب وتقصير بخدمات الكهرباء، لكن بالتنسيق مع محافظ ريف دمشق والسيد المحافظ شخصيا أثنى على تأمين المحولات الكهرباء لهذه البلدة، كانت تنقطع الكهرباء يوميا، يعني تشتغل 10 دقائق وتطفي 23 ساعة ونص. خزانات يعني عدد سكان معربة الأصليين 12800 نسمة. عدد القاطنين بشكل دائم حوالي 30000 نسمة. عدد العوائل الموجودة حاليا 200000 نسمة. فهذا رقم كبير جدا. فهذا الضغط الكبير من السكان أدى إلى تفاقم بأزمة المياه والكهرباء معا. من كرم رب العالمين الحمد لله وبتوجيهات من محافظة ريف دمشق تم تجاوز مشكلة الكهرباء، وتركبت عندنا محولات كهرباء حوالي 4 محولات، وما زلنا قيد العمل حتى هذه الساعة. أبار المياه تعمل بكافة طاقاتها 24/24 بدون توقف. نعاني من مشكلة أساسية أثناء انقطاع التيار الكهربائي فقط لا غير، تعاني البلدة كافة سواء مقيمين أو وافدين من هذه المشكلة، حيث أن غطاسات المياه تعمل على الكهرباء. فالحمد لله رب العالمين، مشكلة المي تجاوزناها ومشكلة الكهرباء تجاوزناها. الحمد لله. برأيك أيضا أستاذ نور، يعني ما هو دور المجتمع الأهلي والمحلي، الجمعيات الخيرية في مثل هكذا ظروف، يعني كيف تجلت آليات التنسيق بينكم وبين الفعاليات والمحافظة والمجالس المحلية؟ طبعا نحن بالتنسيق والتوجيه من محافظة ريف دمشق، بود بأكد تقوم البلدية باستجرار المعونات الغذائية من الهلال الأحمر واستلامها. نحن شكلنا لجان من كافة أطياف المجتمع في بلدة معربة، سواء جمعيات خيرية، جمعية خيرية، يوجد في بلدة معربة جمعية خيرية واحدة اسمها جمعية خيرية، جمعية معربة الخيرية. اجتمع رجالات الدين الموجودين مع كافة وجهاء البلدة، مع الجمعية الخيرية، مع المجلس البلدي، وشكلنا لجان لإيصال كافة المعونات إلى هذه العوائل يعني بكافة مستوياتها. يعني بيجي لعنا الطريقة اليوم لتوزيع المعونات، تجي العائلة على بلدية معربة ضمن البلدية، طبعا نحن البلدية حاليا تعمل عمل إنساني فقط لا غير، يعني كجمعية خيرية تعمل، تعمل كجمعية خيرية، تسجل العائلة الدفتر، وتقوم لجان الكشف التي شكلت من قبل الجمعية الخيرية ومن قبل المجالس المحلية والمجتمع الأهلي بالكشف على هذه العوائل، وإن كانت تقيم سابقا في بلدة معربة أو هي وافدة، وما هي احتياجاتها سواء كانت معونات غذائية أو مواد صحية أو مواد إكساء سفنجات أو حرامات وما شابه. فكل عائلة لها استمارة خاصة بها، تملأ الاستمارة بكافة احتياجات هذه العائلة ويوقع عليها سلاس من اللجان المشكلة. طبعا تجي الاستمارة للموظف المختص بالتوزيع بيطلع احتياجات العائلة بيسلمها. نعم. ايه والنتيجة يعني شو هي النتائج اللي توصلتوا لها من خلال هي العملية؟ يعني هل تمت مثلا تلبية كافة احتياجات الناس؟ طبعا نحن كافة الاحتياجات لم يتم تلبيتها بسبب الشح والنقص بالمعونات. يعني أنا بقول لك من شهر 3 حتى هذا التاريخ هلال معربة لم يستلم أي سلة غذائية. اليوم نحن صرنا ب 20/5، من 1/3 إلى 20/5 حوالي شهرين ونص.
بلدة معربة ما استلمت أي سلة غذائية من الهلال الأحمر. الحق على مين؟ الحق على الهلال الأحمر. نحن نطالب وعليهم أن يرسلوا لنا، بس نحن ما عندنا إمكانية نروح ونجيب. نحن طبعا حكينا يعني أهالي معربة ما قصروا بالنسبة للمعونات وتقديمها يعني لهذه الأوائل. يعني بالحقيقة في لجنة الإغاثة العليا يوميا تتحدث عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يعني هو لا يوجد فقط الهلال الأحمر هو المسؤول الوحيد والأوحد عن يعني مثل هكذا مساعدات، يعني لماذا لم تلجأوا إلى طرق أخرى، خصوصا أن وزارة الشؤون الاجتماعية يوميا تتحدث ضمن هذا الإطار وضمن المساعدات والجمعيات الخيرية والأهلية لمساعدة الوافدين؟ يعني نحن إن شاء الله طلبنا لجنة الإغاثة العليا وصار في تواصل بينه وبين لجنة الإغاثة العليا وبينه وبين الهلال الأحمر وبينه وبين أكثر من جهة تستلم وتعيل المساعدة الإنسانية، لكن نتيجة الظروف الحالية والشح في المادة، يعني هلأ بيعزونا الموضوع لأنه هناك شح في المعونات، فهذا يعطي المدلول كثير لأنه المعونات قليلة. نحن نتبع هلاليا لشعبة هلال التل، تجي المعونات الغذائية لهلال التل وهلال التل بوزع حصة معربة. نعم. يعني بشهر 3 نحن هلال التل أعطانا 1000 سلة غذائية لكافة العوائل اللي عم تتلقى المعونات عندي. تتلقى المعونات من مجلس بلدة معربة أو من اللجنة المختصة أو من هلال معربة. الألف سلة غذائية أو كان مواد تنظيفات أو ما شابه بيجينا نسبة خفيفة ما بتغطي 30%. نحن بنحاول نقسم هذه المواد الغذائية ونوزعها بالعدل على الأسر حسب عدد الأسر الموجود. نعم. يعني ما بنعطي سلة كاملة مثلا غير لأسرة كبيرة. وزعوا اللجان المختصة هذه المعونات حسب عدد الأشخاص. الألف سلة غذائية هن ما بيساووا شيء أمام هذه العوائل الكثيرة. بكل تأكيد. نحن عم نطالب ومنطالب رد من هذا المنبر الطيب إنه أخي لكافة جهات لمساعدة هذه الوافدين ومساعدة هذه البلد. سنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل، لكن دعنا نتوقف أستاذ نور الدين مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. مشاهدينا الأكارم، بعد الفاصل سنعود لمتابعة هذا الحوار، ابقوا معنا. وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تؤكد على حق سوريا مجددا في الرد فورا على أي اختراق لسيادتها وحرمة أراضيها، وتتوقع قيام مجلس الأمن بوضع حد للخروقات الإسرائيلية التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة. الجيش العربي السوري يواصل عملياته ضد أوكار الإرهابيين في الحارة الوسطى والشمالية لمدينة القصير ويحبط محاولات تسلل من لبنان والأردن. الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يؤكد أن الهدف الأساسي من المؤتمر الدولي المزمع عقده الشهر المقبل بشأن سوريا هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جنيف في 30 من حزيران الماضي لإيجاد حل للأزمة فيها. عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات إرهابية في العراق ومسؤول عراقي يحمل أمريكا وبريطانيا المسؤولية. قضاة في مصر يتهمون الرئيس محمد مرسي بمحاولة تقويض استقلال القضاء. مقتل 13 شخصا في مقاطعة شاودونغ الصينية نتيجة انفجار معمل لتصنيع المتفجرات. إعصار يعصف بأوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية ويخلف 51 قتيلا. أخبار الدنيا بدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأكارم. أيضا من جديد اسمحوا لي أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من صوت وصدى السيد نور الدين صيدناوي رئيس مجلس بلدة معربة. أهلا ومرحبا بك. طبعا يعني ممكن المشاهد الآن يتساءل أنه ليه تلفزيون الدنيا خصص مدينة أو بلدة معربة للحديث عن هذا الموضوع. في الحقيقة يعني نحن خصصنا في هذا الإطار على اعتبار أنه بلدة معربة يعني تكاد تكون البلدة الوحيدة تقريبا، يعني ما بدنا نظلم إن كان موجود في غير محافظات وغير أماكن
بلدات احتضنت الأهالي ضمن منازلها وبيوتها، يعني السوري يحتضن السوري، وهذه صورة رائعة لصورة سوريا الحقيقية التي دائما كنا نعتاد عليها. وطبعا يعني المشاكل التي تطرحها حضرتك الآن والمعاناة، يعني هي تنطبق على كل الأماكن التي يتواجد فيها وافدين من كافة الدولة السورية. يعني هذا الأمر يعني نريد أن نجد له حلا ليس فقط في بلدة معربة إنما بشكل عام، يعني لعل صوتكم يصل للمسؤولين بطريقة صحيحة، حتى أيضا يعني غير مراكز إيواء، أو عفوا باعتبار أنتم مو مركز إيواء، بلدة كاملة تعتبر مركز إيواء يعني إن صح التعبير، تصل لكل الناس، وكل الناس يقدروا يستفيدوا من البحث عن وسائل يعني للإغاثة إن صح التعبير في هذا الإطار. أنتقل الآن، يعني كنت تحدث قبل الفاصل عن أنه يجب أن يعني تتضافر كل الجهود من أجل يعني إغاثة الناس، على اعتبار أن السلة الغذائية التي تصلكم هي غير كافية للعدد الكبير. يعني بعد مرور أكثر من سنتين على هي الأزمة أستاذ نور، لا شك أن هناك احتياجات أساسية للوافدين. الأهالي القاطنين يعني ربما بيتحملوا لأشهر هذا العبء الكبير عليهم مع الوافدين، يعني لكن طول هذه الفترة بكل تأكيد هناك معاناة. كيف يتم تأمين هذه السلل، المساعدات الإغاثية اللازمة والمستلزمات الطبية أيضا؟ يعني هل هناك مساعدات من الجمعيات الخيرية أو من محافظة دمشق أيضا، بالإضافة إلى مناشداتكم للهلال الأحمر وغيره؟ طبعا نحن بالفترة الأخيرة تم وفود من حي برز البلد حوالي 3500 عائلة إلى بلدة معربة، والضغط الشديد اللي صار على هذه البلدة إجا بعض الجمعيات الخيرية من حي برزة وقدم المساعدات اللي بتجي عن طريق هلال دمشق لأهالي برزة فقط لا غير. بس بتصور في شغلي هون، أنا يوم اللي بيجي بتلقى يعني بعطي معونات لأهالي برزة وما بعطي معونات للناس الوافدين من أي جهة تانية. طبعا هدول يعتبروا صاروا مقيمين يعني من ضمن البلدة، وهن هيك بيعتبروا حالهم إنه بين أهلهم. فتقوم هذه الجمعيات الخيرية التابعة لحي برزة بتوزيع المعونات لأهالي برزة، طبعا بالتنسيق مع بلدية معربة، طبعا تحت إشرافنا. يعني في عندهم الحمد لله كأنه فرع مدينة دمشق الهلال الأحمر بيتلقى معونات أكثر من فرع الريف. نعم. ففي عندهم الحمد لله يعني توفير للمساعدات الغذائية، وعم بيقدموا لأهالي برزة ما قدموا وما زالوا يقدمون. الجمعية الخيرية لبلدة معربة تم إشراكها فقط بأمور الإشراف والتوزيع، وتوزيع المعونات الوافدة لمجلس بلدية معربة وتوزيع على هذه العوائل. باقي الجمعيات الخيرية ما عندنا غيرهم. في عندنا المراكز الصحية، مستوصف موجود في بلدة معربة يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 2 بعد الظهر. قامت جمعية رعاية تنظيم الأسرة، وأنا بشكرها كثير من هذا المنبر الطيب، بتخصيص فريق طبي كامل أمنت له المكان أنا ببلدية معربة، وتقديم كافة المستلزمات الطبية والمعالجات الطبية في هذه البلدة من الساعة 2 حتى الساعة 6 مساء. نعم. هل تكفي المساعدات الطبية الموجودة في بلدة معربة؟ يعني على اعتبار قلت لي بأنه أكثر من 200 ألف نسمة وفد إلى هذه البلدة، يعني هل تتوفر كل الاحتياجات الطبية في هذه البلدة لكل الأشخاص المتواجدين؟ طبعا هي بتوفر بس مو كلها، يعني لأن احنا عم نعاني من نقص بالأدوية بشكل عام بلدة معربة، لأنه في ضغط شديد. يعني منقول اليوم أي مركز طبي سواء كان المركز الصحي التابع لمديرية صحة ريف دمشق أو المركز رعاية تنظيم الأسرة بيجيبوا وجبة الدواء المخصصة لهذه المنطقة أو لهذه النقطة الصحية، بتقعد عندهم يعني بقول لك أسبوع ممكن أو 3 أيام تنتهي بسبب الضغط الشديد. يعني أنا ممكن بدعو تلفزيون دنيا شرف لبلدة معربة ويصور بيوم من الأيام وجود الناس الوافدة ودورها كيف قاعدة على التسجيل بدها تسجل، والناس اللي واقفة على المراكز الطبية سواء بالمركز الصحي أو سواء بمركز رعاية تنظيم الأسرة. نعم. وتشوف الاكتظاظ الشديد لهذه الناس وحاجة هالناس للأدوية وما شابه. أيضا لقاحات الأطفال عم توصل لعندكم؟ يعني طبعا لقاحات الأطفال أنا شخصيا تابع هذا الموضوع وبتابع مع مدير الصحة سواء السابق أو اللاحق، الله يعطيهم العافية جميع.
بأمن لهم سيارات بيجيبوا كافة الأدوية والمستلزمات. هل تم نقص فيما يتعلق باللقاحات؟ لا يوجد نقص باللقاحات، متوفرة كانت يعني تعاملت معكم. حتى صار في بعض الأحيان انتشار لحبة اللشمان، يا والشباب الحمد لله يعني دواء اللشمان يمكن متوفر ببلدة معربة أكثر من أي بلدة أخرى. نعم، إذن هذا أمر جيد، يعني طمنتنا على الأطفال. نعم، الأمور بخير إن شاء الله. يعني بس نتمنى أنه على اعتبار أنه في نقص أو ازدحام فيما يتعلق بالمواد الطبية، يعني هل أيضا طالبتم في ضمن هذا الإطار وزارة الصحة أو أي جهة تعنى في هذا الإطار؟ حتى الهلال الأحمر أيضا له علاقة في المساعدات الهلال الطبية. الهلال الأحمر أرسل لنا فريق طبي من حوالي شهر تقريبا، وهو مقيم في معربة؟ لا يوم واحد فقط. الهلال الأحمر أرسل لنا فريق طبي يوم واحد فقط، عالج الناس وأعطاه أدوية مجانا. هل يكفي هذا الأمر؟ هذا لا يكفي، أنا بتمنى أن الهلال الأحمر أنه يوميا يبعث فريق طبي بكافة الأدوية محتاجتها هذه البلدة ليقوم بعلاج الناس الموجودة. أيضا يعني بدي استفسر عن موضوع يتعلق بالمدارس، هل أيضا استوعبت مدينة معربة الوافدين وأولادهم كطلاب في مدارس معربة؟ طبعا نحن عندنا بمعربة مدرسة 2، 3، 4، 5، 6 مدارس. بالحالات الطبيعية مدارس معربة هي نظامية، أما إذا بقول لك في هذا الفصل الدراسي والعام الدراسي كان موجود بأي شعبة دراسية حوالي 60 طفل، وهذا عدد دبل عن عدد الطلاب، وذلك بسبب الضغط الشديد. والحمد لله رب العالمين انتهى الفصل الدراسي أو انتهت المدة الدراسية لهذا العام، والأمور جيدة جدا وممتازة الحمد لله. نحن هلا عم نشهد يعني تقديم امتحانات يعني طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية أيضا، يعني هل هي مدينة معربة تعمل ضمن هذا الإطار؟ هل مدارسها أيضا شغالة في أو تعمل حاليا كمراكز امتحانية؟ نعم، تعمل هناك مدارس في بلدية معربة تعمل مراكز امتحانية لشهادات الثالث الإعدادي وليس للثالث الثانوي. الثالث الثانوي في مراكز امتحانية أيضا، بس هلأ بلشوا بالمرحلة الإعدادية ب20/6 بلشوا بالمرحلة الثانوية. نعم، الثانوي إن شاء الله. يعني ومستمرة على قدم وساق إن شاء الله. أيضا يعني بالنسبة لوصول المساعدات للأسر الوافدة لمنع أي تلاعب، ما هي السبل التي تتخذونها من أجل يعني توزيع عادل بين الناس وبين الوافدين؟ ما هي الطرق التي اتبعتموها من أجل هذا الموضوع، غير أنه مسجلين عندكم ضمن وثائق أو وثيقة تحملها كل أسرة؟ طبعا نحن كأنه يعني حكينا بداية تم تشكيل لجان من أهالي البلدة ومن الجمعية الخيرية ومن وجهاء بلدية معربة ومن المجلس البلدي. أي أسرة مهجرة أو وافدة بتجي بتجيب دفترها بتسجل، بتطلع اللجان المختصة على بيتها وين موجودة، يعني بتسجل عنوان السكن مع رقم جوال أو رقم أرضي إذا موجود. تأتي هذه اللجان إلى منزل الوافدين، إلى منازل الوافدين، وتقوم بالكشف على هذه العوائل. زيد أو عبيد من الناس موجود دخلنا على بيته، ممكن أنا بقول لك أنا في بعض اللجان بتقول لك دخلنا على البيت وفتحنا باب البراد، إذا البراد فيه من الأكل الجيد جدا والفواكه وما شابه فهذا غير محتاج لهذه المعونات. لا، يكتب لا يحتاج. بيدخلوا طبعا بداية على المنزل بيشوفوا الإكساء الداخل، بيشوفوا الفرش، بيشوفوا كيفية المنامة، يعني فحص للأسرة كامل. فكل أسرة إن شاء الله بهذه الطريقة تحصل على معونتها، والأسر التي تريد التلاعب إن شاء الله يعني ما راح تحصل على هذه المعونة. نعم. أيضا يعني الآن نريد الانتقال الحديث عن يعني الخدمات التي توفروها أنتم كبلدية لمنطقة معربة، لبلدة معربة بشكل عام. يعني دور المجالس المحلية في هذه المرحلة في هذه الظروف الراهنة، يعني هل أخذت المجالس دورة، خصوصا أنه أنتم كمجلس بلدية منتخبين من قبل الأهالي بانتخاب المجالس المحلية أثناء عندما حصلت؟ يعني أيضا كيف تستطيعون توفير المستلزمات والمرافق الأساسية للمواطنين كونكم تمثلون أهالي هذه البلدة الذين وضعوا كل الثقة بكم، وكما قلت لحضرتك تم انتخابكم من قبل الأهالي، كيف تستطيعون الآن رفع مستوى الخدمة للبلدة في ظل وجود هذا الكم الهائل من الوافدين إليها؟ طبعا نحن المجلس البلدي الموجود حاليا هو نتيجة حصيلة القانون 107
انتخب من قبل الشعب وهو يمثل بلدة معربة خطيبة. بس نحن كمجلس بلدي قمنا بداية عملنا بتشكيل ممثلين عوائل لهذه البلدة، يعني كل عائلة لها ممثل أو ممثلين عن العوائل، وأشركنا الجميع في العمل، يعني إيد لحالة ما بزفق. طبعا كافة أقطاب البلدة تعتبر تعمل مع بعض البعض. إلنا اجتماعات شهرية المجلس البلدي مع هذه مع ممثلين العوائل. هذا حصل يعني بعد الأزمة أم هو عادة جارية بشكل عام؟ نحن كمجلس بلدي استلمنا بلدية معربة ب 14/2/2012، يعني السنة الماضية. من بداية استلامنا وبظل الظروف الحالية والأزمة موجودة، إن شاء الله أشركنا كافة المجتمع المحل، مجتمع الأهلي بأي عمل ضمن البلدة. يعني أي مشكلة بتصير، أي عمل بصير، بنجمع أهالي البلدة الممثلين، يعني كأنه جمعنا أهالي البلدة كافة. أخذنا قرار هي الشغلة بدنا نسويها، انتهى الموضوع. فهون أشركنا كافة الناس بالعمل. نحن كمجلس بلدي عم نسعى إن شاء الله، نحن حطينا خطط ومشاريع ونرجو من الله عز وجل إنه الله يوفقنا فيها، لكن بسبب الظروف الحالية توقفت كافة الخطط والمشاريع. البلدية تعمل حاليا كجمعية خيرية أو عمل إنساني، سواء كان مكتب فني أو موظفين أو أي شيء، عملهم حاليا عمل إنساني. عمال النظافة بيعانوا الكثير من الضغط الشديد، عندنا سيارات قمامة اللي كانت عم تعمل مثلا بالنهار بشكل عادي عم تعمل جولة واحدة، اليوم عم تساوي 4 جولات، فهناك ضغوط كبيرة جدا. وهذا موضوع النظافة في توجيهات من السيد المحافظ إنه موضوع النظافة موضوع أساسي، بتشددوا وبتشدوا ايدكم عليه. ونحن ان شاء خصوصاً الله خصوصا انه وجدت حالات لاشمانيا. حالات اللاشمانيا ممكن موجوده سابقا مع بعض الناس اللي اجت واحتمال انتشرت، اما نحن ما عانينا منها سابقا. ونحن اخذنا حيطتنا ان شاء الله تجاه هذا الموضوع وجبنا كافه الادويه لمعالجة هذا الموضوع. إذن الخطة الاستثمارية للبلدة الآن متوقفة يعني، ولم ينفذ أي شيء متعلق من هذا الإطار على الإطلاق؟ يعني متوقفة وغير متوقفة، متوقفة بسبب الأزمة، يعني الأزمة، ولكن هناك خطط يعني موجودة. نحن نستنى الفرص لتواتي إن شاء الله ومنتابع الخطط ومنتابع كافة مشاريعنا. أيضا يعني هناك سؤال يطرح نفسه، ماذا عن المخطط التنظيمي للبلدة؟ يعني هل يراعي خصوصيتها السياحية؟ هل هناك معوقات معينة تعانون منها بسبب الاكتظاظ السكاني الآن فيها؟ بالحقيقة المخطط التنظيمي لبلدة معربة من يوم استلمت مغلق تماما، 95% منه مغلق، يعني ما بتلاقي أي عقار منظم جاهز للترخيص. وطلبنا محافظة ريف دمشق وبالتنسيق مع السيد المحافظ قدم لنا دراسة لتوسعة المخطط التنظيمي لبلدة معربة، وتوجه كتاب لمديرية الخدمات الفنية وبعتونا طبوغرافي مشان يرفع التوسعة، توسعة المخطط التنظيمي، وما زالت قيد الدراسة ونحن ننتظر. بالانتظار. يعني أيضا يعني الآن بعد كل المعاناة التي يعانيها أهالي البلدة مع الوافدين إليها أيضا من السوريين، يعني ما هي طلبات البلدة الملحة الآن؟ يعني حبذا لو تتوجه فيها للمسؤولين، وأعتقد أنه طلباتكم هي تنطبق على طلبات الكثير من المناطق، يعني هي ليست فقط، يعني أعتقد أنه بحاجة لنفس الطلبات الكثير من المناطق والبلدات في سوريا. أنا ما بوجه بقول أنه في تقصير، لكن الظروف هي اللي خلت يكون في تقصير. أنا بوجه كل الشكر لكل مسؤول بهذا البلد وقدم وما زال يقدم وأي جهة موجودة. أما التقصير بسبب ضغط شديد لهذه البلدة. نحن بلدة معربة بلدة حاضنة للأسر الوافدة وتقدم الكثير، وأنا بوجه ألف شكر وألف تحية. بسبب الظروف الحالية وبسبب غلاء الأسعار نتيجة للأزمة الموجودة، أصبح سكان وأهالي بلدة معربة مع الوافدين يحتاجون إلى مساعدة. نعم. فنرجو من كافة الجهات المعنية بهذه المواضيع أن تقدم، هي تقدم لا تقصر، وأن تقدم ما يكفي. نعم تجاملها هلأ يعني طالما ما نعم جاملها، لا مو مجاملة، بس إن شاء الله بقول ما قصر. يعني هناك خطط كان في عندنا اجتماع، ولكن هناك حاجات ملحة للناس المتواجدة في المنطقة.
حاجات الملحة أكثر شيء هي المعونات الغذائية والمنظفات. يعني نحن بنقول اليوم وأدوية وأدوية. الأدوية ذكرناها سابقا، يعني أنا ما رضيت أذكرها لأنه ذكرت بسؤال سابق. أما موضوع الأغذية بالدرجة الأولى والمواد المنظفات والأدوية، هدول ثلاث شغلات أساسيات يعني مطلوبين للعوائل الوافدة ولسكان بلدة معربة ولأهل بلدة معربة. نعم. أيضا يعني سؤالي الأخير لحضرتك يتعلق بأنه على اعتبار بأنه بلدة معربة هي نموذج يعني مصغر عن سوريا التي كلنا يراها بعين المحب لبعضنا كسوريين، المحب لأرضنا، لبلدنا، لوطننا، يعني ماذا تنصح باقي المناطق التي ربما يعني يعاني أهلها من الإرهاب؟ ماذا تنصح باقي البلدات التي تسلل إليها الإرهاب حتى تكون يعني بلدة معربة هي يعني قدوة لهذه البلدات كي يتحصنوا من وجه الإرهاب؟ نحن بنوجه تحية لكل الناس إن شاء الله، كل الناس الله يعيد الأمن والأمان لهذه البلاد. نحن نتيجة ظروفنا الحالية، نتيجة محبتنا لبعضنا البعض في بلدة معربة، أنا بوجه لكل أهالي البلدات والقرى والمدن إنه يعزوا حزو أهل بلدة معربة. مو فخر لأني أنا من بلدة معربة أو رئيس مجلس بلدة معربة، لا بالحقيقة هي فخر لنا كلنا. إشراك المجتمع المحلي، المجتمع الأهلي بأي عمل ومشاورات دائمة بشكل، إذا ما بقول لك يومي أسبوعي شهري، بشكل عام هذا يحكم الطوق والسيطرة على أي قرية أو بلدة أو مدينة. نعم. إذا تكاتف الأهالي ومحبة الأهالي مع بعضهم البعض. نعم. يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نور الدين سيدناوي وحضرتك رئيس مجلس بلدة معربة. شكراً. يعني نتمنى دائما الأمن والأمان لهذه البلدة وأن تتحقق جميع مطالبها وتتحقق جميع مطالب يعني الناس أينما كانوا هم بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم، بقي أن نتمنى دائما لسوريا وللسوريين الأمن والأمان والسعادة والمحبة، وأن تعود سوريا بلد يعني يحتوي بمحبته الجميع. السلام عليكم ورحمة الله.